قال لوكا البشير: ذهب يسوع إلى مدينة تدعى نائين، وذهب معه تلاميذه وجمع كثير. واقترب من باب المدينة، فإذا ميت محمول، وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة، وكان معها جمع كبير من المدينة. ورآها الرب فتحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم دنا ولمس النعش، فوقف حاملوه فقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وبدأ يتكلم، فسلمه يسوع إلى أمه. واستولى الخوف على الجميع، فأخذوا يمجدون الله ويقولون: لقد قام فينا نبي عظيم، وتفقد الله شعبه. وزعت هذه الكلمة عنه في اليهودية كلها وفي كل الجوار. حقا والأمان لجميعكم. خلص شعبك وبارك ميراثك، ورعهم وارفعهم إلى الأبد. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. إخوتي الأحبة، سلام الرب يسوع بقلوبكم جميعاً. أنتوا الحاضرين معنا بالكنيسة المباركة، وأنتوا يلي عم بتشوفونا عبر وسائل الإعلام بالعالم كله. اليوم من خلال الإنجيل يلي سمعناه، أنا رح أوقف قدام نظرات. النظرة الأولى هي نظرة يسوع، النظرة الثانية هي نظرة الناس، النظرة الثالثة هي نظرة التلاميذ، والنظرة الرابعة هي نظرة الأم. يسوع، الإنجيل كله مبني على النظرات، على تطليعة يسوع. يعني إذا بتطلع أنا وياكم، يسوع الطفل يلي عم يتطلع بأمه، يسوع يلي عم يتطلع بيوحنا قبل ما يعمده، يسوع يلي عم يتطلع بالتلاميذ يلي عم يدعيهم، يسوع يلي عم يتطلع بالأعمى اللي مطروح وما حدا عم يهتم لأمره، يسوع يلي عم يتطلع بالناسفة وعم يشفيها، يسوع يلي عم يتطلع بالمقعد وبالمكرسح وبكل الأشخاص يلي في عندهم أمراض، يسوع يلي عم يتطلع بزكى الإنسان الخاطي وعم بيروح لعنده على البيت وعم بيقول له: نزال وأنا بدي غير لك حياتك كلها سوا. يسوع يلي عم يتطلع بالشاب الغني يلي بالنهاية نظر إليه وأحبه بإلنا الإنجيل، وحمل حاله شاب الغني وراح، لأنه وكان ذا مال كثير بإلنا الكتاب المقدس. يسوع يلي بكل نظراته منشوف في نظرة حب، بكل نظراته منشوف في نظرة رحمة، في نظرة بي عم يتطلع بولاده، وخاي عم يتطلع بأخوته الموجوعين والمتألمين، وعم بيحاول أنه يساعدهم. نظرته هي نظرة يرجع يرد مكانة الإنسان المتروك المهمول يلي كان على طول، كل مرة كان عم يعمل أعجوبة مع الناس المتروكين كان عم بيحطهم بالوسط، وكان عم يرجع يعطيهم القيمة يلي كانت مفقودة بحياتهم. النظرة الثانية هي نظرة الناس أو نظرة التلاميذ. نظرة التلاميذ يلي بالأول كانت نظرة شو عم بيصير، بأول الأعجيب شو عم بيصير، كانت نظرة ضياع. بعدين لما تعودوا على المسيح نظرتهم صارت نظرة شوفة حال، إنه هذا معلمنا، هذا المعلم، نحن اللي ماشيين معه،
مثل واحد بيكون معلمه معه مصاري بيمشي معرض كتافه انه هيدا المعلم هيدا الزعيم. فالتلاميذ كانوا ماشيين مع يسوع انه هيدا المعلم تبعنا، ما حدا يقرب، ما كانوش يخلوا الناس يقربوا له. يعني بنشوف عدة مرات انه لما نقربوا الاولاد بعدوهم انه ما تقربوا له، ما تزعجوه، ما تزعجوا المعلم. يسوع قال له لا، اتركوا الاطفال، اتركوا الاولاد يجوا لعندي، لانه لمثل هودي ملكوت السماء. بنشوف التلاميذ لما اجوا الناس اكثر من 5000 شخص ويسوع تحنن عليهم وقال لهم هودي شو بدنا نعمل فيهم وكيف بدنا نطعميهم، على طول كانوا تلاميذ وراء نعوه. هودي ب200 دينار ما بنقدر انه نطعميهم، شو بدك فيهم؟ قال لهم خليهم يقعدوا. والنظرة الثالثة هي نظرة الناس، نظرة الناس يلي على طول كانت عم بتنبش على نبي، على طول كانت عم بتنبش على الخلاص. ونحن لحديث هلأ بعدنا نحن مننبش على الخوارق، أي عمل خارق. يعني هلأ كلنا نحن موجودين بالكنيسة يقولوا لنا مارشابل ظهر برا أو العذراء ظهرت برا، منترك الكنيسة، منترك القداس، منترك يسوع، منروح كلنا لعند مارشابل أو منروح كلنا لعند العذراء. أنا على شرط إنه ما حدا منا بيبقى بالكنيسة. ليش؟ لأنه كليتنا نحن بدنا ننبش على الخوارق، لأنه نحن بالنسبة لنا الخارق هو يلي بده، هو يلي بده يخلصنا. أما نظرة يسوع الأساسية هي نظرة القلب. يعني بهوديك النظرات كلهم سوا بنشوف إنه مع كل الأعجيب اللي صارت مع يسوع، هن إجوا لعند يسوع وقالوا له خلصنا. يعني الأعمى صار يصرخ، الأبرص إجا لعند يسوع، الناس في إجت ولمست طرف ثوبه، المكرسح نزلوه من السقف. وحدة الأم يلي يسوع إجا لعندها، وحدة ما قالت له شيء، هي أم وهي أرملة وصارت ثكلة. أف، ثلاث شغلات بوجهه، ما قالت له شيء، هي ماشي مع النعش وعم تبكي على ابنها، هو اللي اجى لعندها. وهيدي الوحيدة، المرة الوحيدة اللي يسوع هو بيجي حتى يعمل أعجوبة. والأعجوبة اللي عملها كرمال عيون الأم، كرمال عيون الأم الموجوعة، كرمال الأم عيون الأم اللي عم تبكي، كرمال عيون الأم يلي فقدت وحيدة، كرمال عيون هالأم وكرمال عيون أمه يلي رح تفقده بوقت من الأوقات. مشان هيك منشوف أنه يسوع هو يلي راح لعندها وقال لها ما تبكي، مش قادر أنه شوف عيون أم عم تبكي، قال لها ما تبكي، وعمل هالأعجوبة هيدي يلي اتعجبوا منه الناس ويلي قالوا في عنا نبي موجود بهالمنطقة. وأنا هون اللي بدي أقوله، شو هي أنا نظرتي للأم؟ مرات كتير نظرتنا للأم أكيد بالقسم الأول من حياتنا، الأم هي إلهة، هي الإلهة الأولى. يعني الأم والبي عند الولد بيكونوا أول إله. ليش؟ لأنه هو حكيها هيدي الفكرة وقلت لكم، لأنه بيطلع بيشوف الولد حاله هو كبير، عفواً بيطلع الولد بيشوف حاله هو صغير، وبيطلع أمه كبيرة وبيه كبير. فإذا بيه هو الإله وأمه هي الإلهة. لما بترعد الدنيا بيجوا بيناموا حدهم، لما حدا بيحكي كلمة بيجي بيتخبى بأمه، بيتخبى ببيه، بيسمع كلمة أمه، بيسمع كلمة بيه. بس مع الوقت الولد لما ببلش يكبر وببلش يوصل لمرحلة يشوف انه هو الكبير، وبيطلع بأمه بيشوف انه امه بلشت تتخطير، هوني بنشوف انه لا، بلشت تتغير وبيسقط هالإله من حياته. والأم بتصفي مرات كتير مكان رفض، والبي كمان بيصفي مكان رفض. ليش؟ لأنه أنا صرت قادر انه أقوم بحالي، أنا صرت قادر انه اشتغل، يصير معي بيتي، يصير معي شغلي، يصير صرت قادر انا انه اعمل يلي بدي اعمله. فاذا انا ما عدت محتاج لامي، انا ما عدت محتاج
لبيي. ومرات كثيرة هالشغلات هيدي بتكون بنوع من رفض للأم، وخاصة لما الأم بتكبر بالعمر وبتصير مزعجة بوقت من الأوقات بالنسبة للولد، لأنه يمكن الشغلة بتقولها أكثر من مرة، يمكن لأنه هو جاي على البيت وجاي معه أشخاص مهمين بنظره وأشخاص في إلهم قيمة، وبتجي الأم بتتدخل بشغلات ما دخل فيها بنظره، أو بيجي البي وبيتدخل وبيحكي بشغلات شي بالشرق شي بالغرب، فهو بيستحي من رفقاته، بس هو ما بيعرف إنه أمه ما كانت تستحي فيه لما كان يعمل تحته قدام الناس، وكانت هي تغير له لمن هو كان يبكي، وكانت هي تهتم فيه ويقطش الحديث اللي كانت هي تكون عم تحكي مع الناس كلها سوا. فإذا وغيره وغيراتها من الشغلات يلي الأم كانت تعملها، والأم يلي كانت تضحي فيها، والبي اللي كان يعملها والبي اللي كان يضحي فيها. مشان هيك يسوع هالقد الأم كانت مهمة بالنسبة له، ومشان هيك يسوع هو يلي إجا وعمل هالأعجوبة هيدي مع الأم حتى يرجع يرد لها القيمة ويرد لها الفرح، وعيونها اللي عم تدمع يرجع يشوف فيهم لمعة الفرح من أول بجديد. اللي بدي أقوله أنه عيد الأم قرب، عيد الأم قرب بعد كم يوم، في أمات صاروا موجودين بالسماء خلينا نصلي لهم، وفي أمات موجودين معنا ببيوتنا ما عم نلكشهم. يعني بتمروا أوقات كثيرة يمكن ما بنمسك التليفون ومندقلها لأمنا تنقلها مرحبا كيفك، وكل وقتنا بنكون على التليفون، كل وقتنا بنكون مضيعين وشو ما كان وكيف ما كان، بنجي لعندها وبنوقف على الباب بس تنقول تنشيل العتب عن حالنا لأنه نحن جينا لعندها وعم نهتم فيها. في ظلم بحق أماتنا اليوم وبحق بياتنا اليوم. بتصور هالإنجيل هيدا هو رجوع للذات حتى نتعلم شغلة كتير مهمة، إنه قديش نكون أصحاب جميل، نكون نحن حاملين جميل بحق أمنا وبحق بينا يلي كبروا بالعمر أو يلي تركونا وصاروا موجودين فوق بالسماء. ما بيكفي إنه نبكي عليهم لما يكونوا جتة ولأنه نفلوا من هالدنيا ونقول ارتاحوا، لا، الأمة بترتاح حتى لما بتكون فوق بالسماء، بتكون بعدها حاملة همنا نحن أولادها يلي موجودين على الأرض. حتى أني أنا وإياكم رح خبركم خبرية، بخبروا عن هوني رجال على عيد الأم، بيجي بياخد أمه الكبيرة بالعمر يلي في معها باركنسون ويلي في معها ألزايمر، وبدو ياخدها مشوار وبياخدها على المطعم، وبيقعدها على الطاولة وبيقعد هو حد منها وبيطلب لها أكل، وهي مع المعطرة مع باركنسون شو بتهز كل الوقت، وهي مش عارفة من هو هذا اللي قاعد معها وعم بيطعميها. فهو كان عم بيطعميها وهي عم بتشرجر على حالها وعم تجوي المطعم وعم تجوي الطاولة، ولما بتخلص بينظف الطاولة وبياخذها على التواليت، بيغسلها لأمه وبيحملها بشنجلها وبيمشي هو وياها وفالل. هو وفالل بيجي شاب بيضربه على كتفه بيطلع فيه بيقول له نعم، قال له بتصور انك تركت شيء كتير مهم بالمطعم؟ بلش ينبش انه شو هي، ترك محفظته، ترك شغله كتير مهمه بالمطعم؟ قال له لا ماني تارك شيء. قال له بلا، تركت درس كتير مهم بقلوب كل الناس اللي كانوا موجودين. بتصور أنا إن شاء الله هالدرس هيدا يلي عطانا إياه هالشاب، وإن شاء الله هالدرس يلي عطانا إياه يسوع من خلال الإنجيل يكون درس لنا لحياتنا بعلاقتنا مع أهلنا وبعلاقتنا مع أمنا يلي ضحيت كتير بحياتها، ومع بينا يلي ضحى كتير بحياته كرمالنا. على مثال المعلم يلي حب أمه وحب بيو سماوي وإجا حتى يعمل مشيئته على الأرض، إلو المجد للأبد. أمين. نؤمن بإله واحد.